استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة في مكتبه القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وعددا من المواطنين والمشايخ والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية. كما استقبل شوشة وفد الكنيسة الأرثوذكسية بشمال سيناء ووفد برلمان الشباب والشيوخ التابع لمديرية الشباب والرياضة، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك. وفي سياق متصل أكد المحافظ توافر السلع والخدمات على مستوى جميع القطاعات في مختلف أنحاء المحافظة ووجود أرصدة كافية من كافة احتياجات المواطنين. احنا البشرة الرئيسية اللي بتبشر بيها لأهلنا بتوع الشيخ زويد ورفح اللي هم العائدين اللي هم جم بدأوا يستقروا في قراهم، دول السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي صدقت لهم ب8 مليون جنيه. ده هيتم حفر آبار، وانا عارف كويس قوي ان اهلنا في الشيخ زويد كلمه الزراعه بالنسبه لهم ايه، حياتهم. يعني انا شفت ناس ما جاي قاعد في الطل انما قاعد بينبش في الزراعات بتاعته. فان شاء الله احنا هنبدا بعد عيد مباشره في الآبار، وايضا هنعمل ان شاء الله بير بمحطه التحليه مخصوص في الظهير عشان ياخد الظهير والكوره حوالين منه كده.